إهداء هذه الشيلة من أبو سلطان وأولاده سلطان، إياد، أبعاد، ابتسام وعهود لأمه الغالية أم مشعل بمناسبة الخروج من المستشفى مع تقديم هدية. سلامتك يا نور عيني من الباس، عدوا خطاك الشر يا تاج راسي، روحي وعمري كلها تضرب جراس، يفداك قلبي جاك يا عز ناسي. سلامتك يا نور عيني من الباس، عدوا خطاك الشر يا تاج راسي، روحي وعمري كلها تضرب جراس، يفداك قلبي جاك يا عز ناسي. لاباس والله يا أم مشعل والف لاباس، من فرحتي والله برق الرواسي. سلامتك يا نور عيني من الباس، عدوا خطاك الشر يا تاج راسي، سلامتك يا نور عيني من الباس، عدوا خطاك الشر يا تاج راسي. سلامتك لما تقدر بلا الماس، شفاك عندي ثوب زاهي اللباس. سلامتك يا نور عيني من الباس، عدوا خطاك الشر يا تاج راسي، الغالية أم مشعل قامت بالسلامة، تم الشفاء والله رفع كل باسي. الحمد لك يا واحد كافي للناس، يا مشفي المرضى نجالي المآسي. عدوا خطاك الشر يا تاج راسي، سلامتك يا نور عيني من الباس، عدوا خطاك الشر يا تاج راسي، سلامتك يا نور عيني من الباس، عدوا خطاك الشر يا تاج راسي، روحي وعمري كلها تضرب جراس، يفداك قلبي جاك يا عز ناسي. سلامتك لما تقدر بلا الماس، شفاك عندي ثوب زاهي اللباس، طبعك يا مشعل بالسلامة ينوك على الشفا يا بعد أهلي وناسي. سلامتك يا نور عيني من الباس، عدوا خطاك الشر يا تاج راسي، الحمد لك يا واحد كافل الناس، يا مشفي المرضى نجالي المآسي.